بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome back again, your teacher today is Mr. محمود سعدون. Unit 4, Lesson 2, Finding the lengths of a line segment by using the ruler. Very simple and easy lesson. يعني درس سهل جدا معنا. هو عايز يعمل ايه؟ ان انت تقدر using the ruler باستخدام المسطرة بتاعتك ان انت how you can find the length of any line segment. Line segment بتاعتنا زي ما انت شايف في البيكتشر اللي قدامك عندك AP اهي. AB اهي بيقول لك in the opposite figure you will find that the length of this line segment 5. طب مستر هو جابها ازاي 5 سنتيمتر؟ هفترض ان دي the ruler. عشان ان انا اقدر ان انا اجيب اللينكس بتاعتي او ما انا عامل ايه، جاي من عند الزيرو بدايه الرولر بتاعي وهحطه عند بدايه اللاين سيجمنت بتاعتي، وقف عند اخر حاجه واشوف هي وصلت لكام. فانا عندي في الاول واحده بتاعتي ديت عندك 0 1 2 3 4 5 يبقى هي 5 سنتيمتر. يعني انا كل الليسون بتاعي عايز بس اعرف the length of every line segment. طب ده using the ايه؟ the ruler، استخدام المسطرة. That's very easy يعني. عشان كده احنا قلنا therefore that AB equals 5 سنتيمتر. تعال نشوف the next one كده. هو بيقول لحضرتك in each of the following figures read the measure of the ruler and complete. هو بيقول لك لو احنا جبنا rulers بتاعتنا ايا كان بقى شكل line segment، كان معدول مقلوب كده هوت، هيطلع اللينكس بتاعها بايه. فعندك AC او CA بدأ من عند الكام؟ 0 excellent. وانتهت عند الكام؟ 6. يبقى عندك لينكس بتاعها كام؟ excellent 6 سنتيمتر. يبقى 6 سنتيمتر. The next one XY. XY starts from 0 and ended in 2. يعني ابتدت في الزيرو وانتهت في مين؟ في 2. هيبقى عندك اللينكس بتاعها 2. ال، طب ال كده واقفه perpendicular، واقفه عموديه كده، هل يختلف معايا؟ لا ما يختلفش معاك في حاجه. هجيب الرولر واعدلها كده على شكلها وهتلاقيها بادئه من الزيرو ومنتهيه عند الفور، يبقى هي 4 سنتيمتر. بعد كده اف اي من 0 تو 3 يبقى 3 سنتيمتر. اخر حاجه عندك ان كي starts from zero، بدأ من الزيرو وخلصت فين؟ في الفايف. طب هو جايب لي في الرسمه في حاجه بعديها اللي هي 6، انا ماليش دعوه، انا ليا دعوه starts باللي هي بالstarts point بتاعتها اللي هي نقطه البدايه، واخر حاجه الاند بوينت. فانت kn بتلاقيها كام؟ 5 سنتيمتر. exercise بيقول لحضرتك شوف لي اللينكس بتاع everyone. فعندك ca بكام؟ هتلاقيها from 0 to 6 يبقى 6 سنتيمتر. وباي ذا واي بنفس الطريقه لو عندك اي بي هنبتدي اي مع 0 وننتهي مع 3 تبقى 3 سنتيمتر. عندك ال ام بدأ مع 0 منتهيه مع ال 4 يبقى 4 سنتيمتر. بعدها عندك اي بي تاني بدأ مع الزيرو ومنتهيه مع الفايف يبقى 5 سنتيمتر. وتأكد دايما ان انت ظابط الرولر بتاعتك وانت بتقيس عشان يبقى الزيرو عند بدايتها واخرها بتقرا النمبر بتاعك. اي اف او اف اي مش هتفرق، بدايتها عند الزيرو والنهايه بتاعتها عند 3 تبقى 3 سنتيمتر. وافتكر معايا ان انا بقول لك find the length of a line segment using the ruler. ده كل الهدف بتاعنا النهاردة، ازاي ان انا اطلع اللينكس بتاع every line segment. لو الدهاني موجودة قدامي هطلع اللينكس بتاعها ازاي؟ باستخدام المسطرة بتاعتي using the ruler. وبكده نكون وصلنا to the end of our lesson today. متنساش تعمل like share and subscribe للفيديو بتاعنا. Thank you for all and goodbye.